السلام عليكم اخواني الحلاقه، مرحبا بكم في فيديو جديد كيوضح لكم طريقه قص الشعر ديغرادي وطريقه جد سهله. غير تبعونا حتى الاخر والنتيجه غادي تكون ان شاء الله ممتازه. اولا كنبداو بالزيرو، كنديروا سنته غاده طويله بالزيرو، ومن وراها كنديروا فوق منها الواحد، كيبقى لنا واحد الخط ما بين الزيرو والواحد، كنهرسوه بالنص. ها نتوما كي كتشوفوا الخط ما بقاش كيبان، ومن بعد كنديروا الجوج. ها نتوما كي كتشوفوا، وهاديك الجوج اللي درنا كنهرسوها بجوج ديال الموزير الصغيره، ولا الواحد ونص. اللي عنده جوج ديال الموزير يديرها كتجي زوينه. ها نتوما كي كتشوفوا دابا الديغرادي جات زوينه، وكيبقى لينا داك الشعر التحتاني كنحيدوه بالموس. ها نتوما كي كتشوفوا دابا الديغرادي جات زوينه. وما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي، واللي عجبو الفيديو خلي لي كومونتير لتحت، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.